بخير مشاهدينا. تحية من القلب بوجهها لكم من استديوهاتنا هون بنيو جيرسي، وبقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم سينما تايم. أفلام جديدة نزلت بالموفي ثياترز أو على الدي في ديز، وأفلام رح نشوفها قريباً، وكتير مواضيع جديدة رح نحكي عنها بحلقتنا الليلة. خليكن معنا وما تفلوا. Morning Glory. باكي فولر معدة برامج ناجحة بتم طردها من شغلها بمحطة أخبار محلية، تنتقل لمحطة تانية وبتبدأ العمل ببرنامج جديد. بتحاول تقوي برنامجها بإدخال الوجه التلفزيوني المعروف مايك بوميروي، لكن الأمور تجري بخلاف ما هي توقعت. كوميدي من إنتاج بيرامونت بيكتشرز تم تصويره بنيويورك. نلفت الانتباه إلى وجود لغة جريئة والتلميح ببعض المشاهد عن استعمال المخدرات. Skyline Science Fiction, Fantasy and Thriller توزيع Universal Pictures بيحكي عن أضواء غريبة ظهرت بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، وخلال مجرى الفيلم تتحول هالإضاءة لقوة غريبة وشريرة بتبلش تهدد تدريجياً كل سكان الأرض. منحب نلفت الانتباه لوجود الكثير من مشاهد العنف، استعمال لغة قاسية، ووجود مشاهد إباحية. Tiny Furniture دراما من ساعة و 38 دقيقة تحكي قصة أورا، فتاة 22 سنة اللي بتعود لمنزل والدتها الفنانة بترايبيكا، أجمل مناطق مدينة نيويورك، لكنها بترجع بفشل عاطفي إنساني ودراسي. بطولة وإخراج لينا دانهام، والفيلم من توزيع IFC. Something about having to build a shrine to his ancestors out of a dying tree. Cool it. وثائقي بيركز على العالم السياسي الدنماركي والكاتب المحاضر بيورن لومبورغ، اللي يعد من 75 الأكثر تأثيراً في القرن العشرين، ومحاولاته العملية لحل مشكلة التسعر الحراري. من توزيع Roadside Attractions. All the ice is gonna melt. Grown-ups. مجموعة من الأصدقاء آدم ساندلر، كيفن جيمس، كريس روك، ديفيد سبيد and روب شنايدر بيجتمعوا سوا بجنيزة الباسكتبول كوتش بعد 30 سنة من الافتراء، وبيقرروا يقضوا نهار الفورث اوف جولاي مع زوجاتهم وأبنائهم. In 1978, they were the best of friends. The Aaliyah Kazan Collection عم بيقدم لنا المبدع السينمائي مارتن سكورسيزي مجموعة من 13 ديسك عن إليا كازان، مبدع سينمائي آخر حائز على جوائز وإلو لمسته الخاصة على السينما العالمية بإضافة التأثير الفني على الموشن بيكتشر. شارك بالعمل هوليوودز فيري بيست مارلون براندو، جيمس دين، وارن بيلي، نيتالي وود، ووالتر ماثيو. ميجا مايند وصلت نسبة مبيعاته ل 47,650,000 دولار، وعرض ب 3,944 مسرح. دو ديت وصلت نسبة مبيعاته ل 33,500,000 دولار، وعرض ب 3,355 مسرح. If you're going to travel with me to Los Angeles. For Colored Girls وصلت نسبة مبيعاته ل 20,100,000 دولار، وعرض ب 2127 مسرح. Greet me at the front door. Saw 3D وصلت نسبة مبيعاته ل 38,800,000 دولار، وعرض ب 2808 مسارح. Since the beginning. Paranormal Activity 2 وصلت نسبة مبيعاته ل 38,800,000 دولار، وعرض ب 3,168 مسرح. Jackass 3D وصلت نسبة مبيعاته ل 110,814,000 دولار، وعرض ب 2,165 مسرح. Oh!
Hereafter وصلت نسبة مبيعاته ل 28,730,000 دولار وعرض ب 2365 مسرح. Secretariat وصلت نسبة مبيعاته ل 50,965,000 دولار وعرض ب 2614 مسرح. Now that you've gotten their attention. The Social Network وصلت نسبة مبيعاته ل 85,047,000 دولار وعرض ب 1860 مسرح. Worth millions of dollars. Eternal Sunshine of the Spotless Mind فيلم تم إنتاجه بال 2004 بطولة جيم كاري وكيت وينسلت. بخلاف ما تعودنا عليه جيم كاري عم يظهر بدور جدي بينما كيت عم تظهر بدور سلبي. الاثنين بينغرموا ببعض وبيعيشوا سوا لكن الاختلاف بأطباعهم بيفرقهم عن بعض وبتقوم كيت الصبية الانفعالية جدا بمحي جيم كليا من ذاكرتها عند طبيب متخصص. عدم مصداقية الأشخاص اللي بيشتغلوا عند هالطبيب بتخليهم يستفيدوا من كل ذكريات وأغراض كيت اللي بتمت لعلاقتها العاطفية بصلة وبيحاولوا يكونوا علاقة جديدة معها مستفيدين من ذكرياتها بالعلاقة الماضية. لكن اللي بيظهر إنه الأحاسيس والعلاقات الإنسانية تنطبع جوات الإنسان ومستحيل تنمحى كلياً من وجوده. كوميدي مبدعة من إخراج مايكل غاندلي. Hello, I'm Howard Mirziak, founder and president of Lacuna Incorporated. The next three days. دراما وثريلر تم تصويره ببيتسبورغ بنسلفانيا. القصة بتحكي عن جون برينن وزوجته لارا اللي تتهم بجريمة قتل وبتدخل على أثرها السجن. وهون بيعيش جون صراع كبير إنه يحافظ على عائلته، يربي ابنه، يعلم بالجامعة ويحاول إنه يثبت براءة زوجته. قصة مؤثرة جداً منشوف فيها وفاء ومحبة الزوج ومحاولاته لمنع زوجته من الانتحار وإخراجها من السجن بأي طريقة ممكنة حتى لو كانت الهرب وتعريض حياتهم للخطر. Look at the evidence. White Material 2009 بيحكي الفيلم قصة ماريا امرأة بيضة تتواجد بإحدى الدول الأفريقية وبتواجه ضغوطات ومصاعب بسبب لونها وعرقها لكنها بتقرر التحدي والمواجهة وبتحافظ على البزنس اللي بتملكها حتى لو عرضها هالشي للموت. ساعة و42 دقيقة من الدراما والحرب تم إنتاجه بفرنسا وهو من إخراج كلير دينيس. ختاماً مشاهدينا بشكر متابعتكم معنا وبتمنى تكونوا قضيتوا معنا أوقات مسلية ومفيدة. لقوني next time وحلقة جديدة من سينما تايم ومن هون لوقتها لكم مني أنا ندوة وفريق العمل أطيب التحيات. See you.